ياس نبيون يا متابعين الحلوين، احنا هلا باللوكيشن. قصر على الصوت ولا حط السماعات، تقروشت ما اعرف اركز. ايه لا يفوتك يا خوي، تعال تعال شوف. وش اشوف؟ هذا واحد توني ضايفه يشتغل في مسلسل، اتوقع انه مدير انتاج، يعني حق مصنع. وش مصنع يا دبشه؟ تعال شوف وتفهم. اوف، مساء الخير عليكم. نحن الان بالتصوير، هاي المخرج العمل، كاميرا حقيقيه يا عيال. يا ابوي ذولي طاقم كامل. طب وين مكانهم؟ شوف فلتر الحي مكتوب. اي والله انك صادق يا عيال، الحي ذا قريب، وش رايكم ندزها ونشوفهم على الطبيعه قدام؟ عجت من حظنا، توهم راسلنا سنابه قبل 3 دقائق. دزينا يا عيال قبل ما ينحشون. امشي. خلق ذول العالم عشان يصوروا مسلسل؟ اتحداك يا شيخ، صدق انا كنت احسبهم 3، المصور والممثل وذاك اللي يقول 1 2 3 اكشن. يلا مشينا يا عيال، مشينا مشينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اركد فديتك يا الطقي البطلة. خير، شو جاي تسوي انت عندي هون؟ خير، حنا جايين بنتفرج. أن نتابع سنابك وهل يتابعون سنابك واخوياي. يا اخي سناباتك ما شاء الله تبارك الله، اطلق سناب في الرياض انت. الله يخليكم ليكم، ضلوا هون بس بشرط من غير ازعاج من غير صوت، اذا سمعتكم عبتين يسوا بدي اطردكم برا اللوكيشن 3، مفهوم؟ اي ما ينفع ممثل؟ اي والله هو صادق، ما بدك تخلينا نمثل؟ والله العظيم اقسم بالله انا من يوم وانا صغير وانا كذا هدفي التمثيل، حتى كنت اطلع في الاذاعه اقول هل تعلم. يا سليمان وين الكمبارس؟ يلا يا استاذ سوالي جايين. تعالوا لكم شباب، تعالوا بسرعه. شو بدك؟ ولك تعال خلصوني. الموعد الضايع تك 1 3 2 1 اكشن. ايوه ابو محمد، مثل ما خبرتك ابي اقابلك بكره بخصوص الموضوع اللي بيننا على الساعه 9:30 ان شاء الله نكون هناك. لا ابد سلامتك. هلا حبيبي، مع السلامه. اوكي كات، يعطيكم العافية يا شباب. يعطيك العافية. يلا يا شباب لموا الأغراض عشان ننقل للوكيشن الثاني. بالنسبة للمشهد يعطيكم العافية يا شباب، والله بيضتوها معي. وعشان هيك حكافيكم كل واحد، هاي 100 إلك و100 إله و100 إلك كمان. روحوا سجلوا أساميكم هلا عند الوليد ورقم تليفوناتكم عشان أجيبكم مرة ثانية كومبارس، ماشي؟ والله بيضتوها معي اليوم. بس ما قلنا هل تعب؟ والله يا انا انغبنت، ما خلاني اقول ولا كلمه، بس كذا ساكت، وبالاخير اعطاني 100 ريال. اقسم بالله غبنا، كاننا ديكور. والله العظيم شيف الاخ، اكيد بيعطونك كومبارس، اجل بيعطونك بطوله من اول مره يا ذيب. يا استاذ، ما تصير فنان حقيقي وتصير ممثل صح لين تبداه من المسرح. مسرح يا ابوي انت من جدك؟ انت سامع المثل العالمي اللي يقول اعطني مسرحا وخبزا أعطيك شعبا مثقفا؟ يا عيال الواد يرمي حكم يمين يسار زي اللهب. طيب وشلون نطلع فوق المسرح؟ دلنا. هي يا ابو ايش ده؟ هذه الجمعية يا سبك، تستهبل انت وجهك؟ يا ابوي ذا بيت ناس، شكلك مضيع انت. يا حبيبي الجمعية بكبرها مستاجرة ذا البيت. ما دام الموضوع كذا اجل كدينا خير يا حلو. لم يعد المكان كما كان، فليس للماضي شيء من الحاضر، ولم يتبقى منها سوى أوراق الشجر المتساقطة على الأرض، وباتت أحذية للمارة على الطريق. أما عاد دي مسرحية يا عيال، مربط نفسه وحاط شرشف فوق راسه وياكل سندويش ذا السبق. لو سمحت تحترم العرض المسرحي. احترم نفسك انت، هذا كبرك وجاي تحضر عند ذا السبق. شوف يا عامر، خلينا نتفق ان اللي حصل منك البارح بالمسرح كان غلط، بس هذا ما يمنع اني معجب في موهبتك كفنان كوميدي ناجح. شكرا يا استاذ، وانا اسف على اللي صار غصبا عني. ما علينا، على العموم انا ما جبتك عشان اناقشك في موضوع المسرح، أنا جايبك علشان موضوع ثاني. عندي عمل مسلسل ضخم وبيك تكون معي.
إذا كومبارس بمية ريال كنسل من الحين. لا يا عامر، أنت شكلك مو شكل كومبارس، راح تكون معي بطولة. إذا بطولة موافق، بس أبي كاش 100,000 ريال. لا يا حبيبي، بما أن أول ظهور لك راح يكون أجرك قليل، بس إذا نجحت واشتهرت اشترط وحط المبلغ اللي تبي. موافق، أتحداك يا منتج البطل. أكشن. أصلاً أنا متوهق فيكي وما أدري شلون أمي خطبتك لي، ولا أنت مقشع؟ أنا ما أحبك ما أحبك يا أخي. أنا وش سويت لك؟ تراك أكثر من مرة جرحتني يا أستاذ. ما تعرف تمثل، عكت. عيد تاني يا عامك، تفضل. يلا تعالي، قل أكشن. أكشن. أصلاً أنا متوهق فيكي وما أدري شلون أمي خطبتك لي، أنت مقشع. يا أخي أنا وش سويت لك؟ حرام عليك، تراك كل مرة تجرحني. برافو عليكي، الحين أوكي يا أستاذ. ممتاز يا حبيبي. يلا يا شباب اللي بعده، تفضلوا. اكشن. لا تفهمني ولا افهمك، اعتقد ان كلامي واضح. انا ما ابي نصيحتك يا ابوي، انا ما احب احد يتدخل بخصوصياتي. تفهم ولا ما تفهم؟ قط. ايوه قط يا عامر. ها يا عيال، كيف؟ كبير يا عامر يا معلم. يا ولد وش الأداء الحلو، وش التمثيل الزين، حتى كت يوم قالت حسنا فنان. يوه تمثيلك زي اللهب. معليش يا عيال، ما أقدر أقوم، تعبت من التمثيليات. يا ربي شوفك ممثل قد الدنيا، قول كت. كت. أصلاً أنا متوهق فيكي وما أدري شلون أمي خطبتك لي، أنت مقشع. يا أخي أنا وسويت لك؟ حرام عليك، ترى كل مرة تجرحني. هذا مو بتسنه ولد عمك عامر إلا هو. لا هذا لا 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 شبه له شبه له. هلا هو واخذ يا بس يقلب فضحنا. ولدك عامر يطلب التمثيليات، الله لا يبلانا ما بلاو. يا سواد وجهك ابو عامر. بل والله منا زود الحرص، ما تدري ولدك وش يعمل. المهم يا ابو عامر، قل لولدك لا يفشلنا ويفشل عائلتنا، ويترك عنه هالعفن وهالتمثيليات والترزز عند هالمزيونات. هي هالترزز عند المزيونات يتركه. عامر رجال كبير ولا أقدر أتهاوش أنا وياه، لكن أنا موعدكم أني بتفاهم أنا وياه إن شاء الله وبيهدي الله. تبي تحاول ليه؟ ما هم معجبينك هالرجال ها؟ اسمع يا أبو عامر، بما أني عمدة العائلة أبي أصدر قرار عائلي صارم أنه ما يطلع اسم عائلتنا بالتلفزيون ومع الحريم. ولدك يقطع الجواد، ولدك. اسمع والله أني لا أجليكم عن هالحارة وأن العائلة تبرى منكم. تسمع أنت؟ نسمع وابشر. وابشر بالخير، ابشر بالخير كلكم. هل عمي زعل وجهك انت؟ راح تمثل مع حريم، سوت وجه قدام الله وخلقه، اخر واحد يعلم انا. حسبتها مفاجاه حلوه لك، ما دريت انك بتحطمني. والخيبه وما جيت تبشرني فيه. الحين وش فيها اذا مثلت مع حريم؟ الطيار مع مضيفات بالطياره، والدكتور مع ممرضات بالمستشفى، ايش معنى الممثل؟ ليتك والله صرت طبيب ولا طيار. لكن والله هذا بعيد عن شاربك يا سعود الوجه. نجمنا اليوم عامر، على أن مشاركته لأول مرة إلا أنه قدر يسرق كل الأضواء. يوي يا معلم، راديو، مسرح، جرايد، تلفزيون، يوتيوب، كله يتكلم عنك يا كبير. يا أخي يا حظك يا عمر، طلع ممثل ومشهور. يا اخي شو انك تمشي معنا الحين؟ ما سحب علينا؟ عفا عليك، بس مو انا اللي اسحب على اخوياي علشان شهره. بس المشكله يا عيال، كل الناس راضيه علي الا ابوي. سيبه ابوي، سيبه كذا فتره راح يشوف نجوميتك طب 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 طلعت فوق، حيرضى مع العالم. تهقى انهقى يا ابوي، انا ما احب احد يتدخل. يا اخي من هو ذا الممثل؟ حابين في ذا اليومين وانا ما هضمته. حرام عليك، الا تمثيل زين وهرجه زين، وتبى الصراحه والله انه هزيم من الاتراك اللي يجون الايام هذه. يا رجال ما عندك سالفه، لا انت ولا هو. شوف شوف هذا هذا، قم 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 قم، خلينا ناخذ مع سيلفي. قم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولا تحش في الرجال وتقول يا اخي الورعان هذول مشاكل. انا والله مصرور. يلا حيه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اخبار الوالد؟ بخير. والوالده والاخوان كلهم طيبين؟ يا مرعب. الحمد لله على السلامه والله. تفضل تفضل اقلط. ما بهقلط، توي جاي من القصيم، بو معامت يا ابي بحلم ببحث هالدوائر الحكوميه. قلت مالي لولد عمي، بما انك الحين مشهور وممثل يا ابي بكتف زعلي. ابشر بعزك، ما طلبت شيء، اروح واخلص لك اياها وتستاهل انت ولد عمي. ابى اروح اجيب شماغي واجيك.
ولا هنجز. لو سمحت يا غالي. سام انتم موقفين سيارتكم واقف في اي بي، طلعها ووقفها مواقف مراجعين. حنا في اي بي يا خرفهم، هذا الفنان عامر الممثل. ما عرفت انا. لا والله، عندك بطاقة ممثل؟ لا والله ما عندي بطاقة ممثل. بس عندي بطاقة الاحوال. لا لا حبيبي، عطنا اي شيء يثبت طيب انك ممثل. معيله انا بذا مقاطع له يوم انه بالتلفزيون يوم انه ذا، تعال اوريك اقرب دقيقة شفنا لقيت جناب. أصلاً أنا متوهق فيك. آه عرفتك عرفتك والله. تو بنور المكان نعذرنا والله. لكن بطلبك طلب. وأنت نازل أبى أتصور معك. أبشر بعزك. يلا مشينا. كم كم كأنك عارفونك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شو عندك؟ لا بس ولد عمي جاي من القصيم. ولها معاملة عندكم هنا وجاي يفزع له. لا يا شيخ واثق الأخ، ما عجبوك الناس اللي واقفين برا؟ ضف ولد عمك ويلا طلع برا، صف مع الناس اللي برا. جو جو بس جو جو ذا ما أعرف أنا هذا عيلتي يا رجال. جو بس جو يلا. الو هلا. ايه معك عامر. وين اجيكم؟ طبرجل. ابشر ابشر يصير خير ان شاء الله. الله يقلع ذا النمبر بوك. عز الله انه وهجه. وانت بعد مثله وهجه يا الحبيب. حبيب سحب علي. وش فيك؟ وش السالفة؟ تعرفون الممثل عامر؟ هذاك اللي يقول اتحداك عندي في المكتب. هم عاد والله انا ذليته الذل، اقسم بالله سويت نفسي ما اعرفه، وجاي على باله برستيج وجايب ولد عمه بيتوسط له. وانا اسوي اقول يا اخ اطلع برا اطلع برا. ليتو خلصت ومشيته. تكفى بتصور معاه. لا تخاف مجمد امه عند الباب. يا هلا والله ويا مرحبا. سم ولد عم الغالي غالي. ولا العاب يا ولد تسلم يوبا. والله يا اخوك العذر والسموحة يا عامر، تصدقني ما عرفتك قبل شوي ولا كان مشيتك على طول، بس انا علموني الشباب قالوا هذا الفنان عامر هذا الفنان، ولا انا تابعك بس على الطبيعة شكلك يختلف. ما قصرت يعطيك العافية. سم يا اخوك سم سم هذا كرتي، يمكن تحتاجني في مشهد ولا حاجة، ترى عارف امثل انا، لو كمبارس بس يمر من عند الشاشة عادي جدا ما في مشكلة ولا اخوك، اي وقت تحت امرك طال عمرك. اي تصلح كمبارس، تصلح كمبارس وتصفق بعد. معلش يا اخوي عامر، ابى اعطلك شوي بس ابى اخذ لي صورتك يا اخوك، معلش معلش تقلم عليك معلش معلش. ابتسم عاد لا تصير عاد انت مثل بالحيل، ابتسم. لا لا يا ابن الحلال ابشر بالخير. يا بي يجي من الحلال، ما هو يقول لي لا انا يا ابوه. يلا ماله عامر سمي با. في واحد من الجماعه قال ابو سند عازمني على العشاء وملزمني عليك انت بالذات، يقول جيب الفنان معك علشان نشوفه ويشوفون الجماعه والعيال، وانت ما تبقى لي الا وانا ابوك. ابشر بعزك يبا ابد انا تحت امرك، بس ما قال لك ومفشلنا ومسود وجيهنا وكذا يعني؟ الله عبيس يا أبوك. لا خلاص أنت فنان سبيل، فنان معروف. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا حيوا يا هلا يا هلا بعامر، هلا بالفنان بالنجم، يا هلا 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 بعمي، هلا هلا وسهلا. يلا حيوا. الله يحييك. يا هلا أقلط أقلط. طيب وخر وخر يا وليدي وخر، تعال بعد. هلا يلا حي أبو عامر. يا هلا يا هلا زي من حياتي. شلونك قال لك طيب؟ خير جاي بنت. وخر انت وسبحتك توميبه وخر. اجلس يلا حي عامر. يا هلا بعامر. يا من انا الوقت قفيت انت الذي من عقب هذا ولا ذاك. اقول استرح الله يسلمك. ها استرح استرح زين. يا هلا يلا حيهم. يا هلا بعامر. يا هلا بس يا ولدي شوف اسم العائله، ما انت هاطف وتمثيل، ترى نفتخر بك وتقود وجيهنا انت. اقود وشو؟ وجيهنا. عجيب. ها عجيب. القهوة يا وغد القهوة. النشبة دايبي سلمت. النشبة دايبي النشبة دايبي النشبة دايبي.
بعد اذنكم يا اخوان. بعد اذنكم. هلا ابو احمد. متى بكره؟ ابشر ابشر. خلاص ان شاء الله باذن الله الساعه 9 انا عندك. هلا بك. اخبارك عموري شلونك؟ وين دنيابك؟ الحمد لله بخير. وين ايش خبر اول يوم نطلع ونجي ونروح جميع مهالبران؟ لا والله ما خبر. لا لا يا رجل لا لا الا علمنا وش هالتمثيليه وش هاللي تصورها هذول يا ابو بناء عندك مزيزات ولا لا؟ اللي مزيزات ما مزيزات تستهبل انت؟ لا يا ترى رجل. تمثيل يا حبيبي زي الطب. يا رجل خلنا ناخذ سنابه. هذا رفيجي من اول من ايام الطفوله وهو معي والحين صار نجم ما شاء الله وممثل. تذوب ما اعرفه. هذا هو يا ولدي؟ اي هذا هو عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله شو عندك هنا؟ ابد جاي سياحه، جاي اتقضى لاهلي. طيب عاد اصور ولدي معك. لي الشرف تفضل. هلا والله وش اسمك؟ محمد. عاد حداك يا محمد، ايش ذا الشعر البطل؟ فيديو ولا؟ فيديو ايه؟ عاد حداك يا محمد اركد فديتك. عاد حداك كبير انت يا كبير. هلا والله بالعيال. خلاص خلاص. بس على فكرة ترى أنا ما قد شفتك ولا أعرفك ولا قد شفتك في التلفزيون، بس ولدي أزعجني يبي يصور مع هالفنان ولا أنا ما قد شفتك نهائي. يلا يا ولدي مشينا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي ممكن أسألك سؤال؟ سم. أنت فنان؟ إيه أنا اللي أمثل. يا أخوي دارين إنك فنان وغاثنا كل يوم بالتلفزيون، إحنا بس جينا نسألك وش تشجع؟ أشجع المنتخب. يا أخي اترك عنك حركات دبلوماسية هذه، علمنا جد وش تشجع. تبون الصدق عاد؟ أنا أشجع المنتخب وأتابع الدوري السعودي، بس أميل شوي للهلال. شوف يا حبيبي هنا فنانين نادي الهلال، كله فنانين يا حبيبي. يا رجال لا يكثر أنت، وين طلعت زيك يا أجل؟ طحت من عيني والله. وش دعوة يا الغالي؟ ترى ماني بمتعصب، أحب لعب النصر وفن الأهلي وروح الاتحاد. اترك عنك المثالية، ما غير تشجع كل الفرق السعودية، لا تسلك النفس. أتحداك. أو جينا نخطب بنتكم لها زوجة الصغيرة يا عم الصغيرة. تبي الصغيرة؟ والله إن ودي، لأن عامر كل واحدة تتمناه، لكن يا ولدي لو أنتم جايين نمس كان يمكن ما كني، لكن ولد خاله جاء وخطبه، والوسطى بعد هالأيام خطبه، والكبيرة تخبر خذت بعد معرس تنول. ولا والله إن نتشرف بكم يا أبو الليل. السلام عليكم. هلا. كيف الحال؟ هلا وسهلا. طيب الفنان عامر؟ اي عامر معك. ما شاء الله تبارك الله وتصلي معك. وش رايك يعني؟ لا لا ما دامكم تصلون على الفنانين ان شاء الله فيكم خير. يعني ما يصلي الا انت. بس ما توقعت احد يعني من الوسط الفني ويخالط ممثلات ويحافظ على الصلاه. عموما فرصه سعيده. احنا اسعد. ممكن سلفي اذا ما لك امر؟ ما يخالف. بس خارج المسجد. طيب الله يعطيك العافيه. حظا حظا باللي جاء باللي جاء ويا مرحبا باللي جاء وباللي جاء. ارحب ارحب، وين الايام الاولى؟ وين الايام الحلوه يا اخي؟ لك فقده اقسم بالله. والله يا عيال اني فاقدكم، لكن اليوم جايكم بالاستراحه وابيكم ما تعلمون احد اني انا موجود. ابى اقفل جوالي بنعيد ذكريات اول بلاي ستيشن وبلوت وهجوله وفله. وش رايكم؟ هيا بلاي ستيشن يا معلم، تعال. هيا تعال. اقعد اقعد. عطى بدري عليك يا شكرا. روح عامر. قصدي النجم عامر. هلا والله بكفته. كويس انك هنا. ايش عنده؟ ما ادري عنه. كمل كمل. هيا 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 تعال تعال. شوف 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 ديت. النشاط